مجرد ما وصلني الخبر انا شكيت فيه جدا، ولكن بعد كده فوجئت ان الخبر حقيقي تماما. والحقيقة الخبر ده مقلق، الناس ممكن تاخده ظاهريا ان هو خبر عادي، واحد غني او ملياردير وبيعمل مجرد مخبأ، لكن لما واحد ملياردير وبهذا الثقل والقوه يعمل مخبأ، يبقى معنى كده ان هو عنده معلومه معينه ان هو لازم يعمل مخبأ ده دلوقتي لان في حاجه هتحصل قريب. ليه قرر يعمله السنه دي او الفتره دي؟ بمعنى كده ان هو عنده معلومه واضحه جدا 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 ان في حاجه هتحصل، وبالتالي هو بيأمن نفسه. لما واحد بهذا الثقل يأمن نفسه، لا احنا محتاجين نقلق، ونقلق قوي كمان. فيش ديل، كانش اصلا زميل وانا مش جاي في تطبيل، ده في كتير كنسل السرير وكارتل التفكير، يا نفضل فوق وننزل ارض ميتين، يا نبقى نجوم على الارض ونطلع سما بعد سنين. احرق لي الشيك، انا عايز الخزنه وراسي الديك قطعها، فرق لي البلقه دي سهله عشان كيف هو اللي نطعها، تتلط في سكه حوارات وشركه عقودها تقطعها، تتحط في حته فتصبح جد زيك زي اللي صنعها. شاب تسعى الصينيه عاملين احتفاليه، لو جايت مرضيه البار من بقي بيوزن 100، هكتب تاريخ هيترجم في حياتك سنويه، شد حيلك شويه ومذاكر تاخد ابتدائيه. تنفعك بس ما تنفعنيش، زميلي تمشيك ما تمشينيش، مش مضطر بليز تضطرنيش، وسع ما تزقيش ما تزقيش، زقينيش اعمل الغلط وافقع كيس، لو مش زميلي لما تعوزني ما تلاقيش، افطر بارتي عالجير اللي تابل شيش، تي كل لما يعمل بيت تقوله شيش، زميلي مطرشم مغبوب بالتيش، شوية دريتس شوية بابليتش، بطل خمرة وبطل حشيش، وبناكل لحمة وناكل عيش، ساقطة مش صفقة، صاحبك مش صاحبك، يقلب عالبفر شبكة العشرة، فرصة مش فضل تنسى الروف والبسطة، بعنا وتاخد لقطة، زميلي حظك كويس لو شفتك وشك مش هميز، شكلك مزايد وضحكوا عليك كانتين مخايش، بقتل قتيل وبقرف جنازته انا مش هميز، زميلي ما تشوفنيش انا مش عايزك تشوفني وش